I wish it comes to me. I will do my best, but I cannot be my great father. قبل كم يوم فجع محبي الفنان الكبير سنجي دت بأن هو يعاني من مرض السرطان الرئة في الدرجة الثالثة. هذه المشكلة طبعا بدأت بعد ضيق تنفس الذي حصل لسنجي دت. تم أخذه إلى مستشفى ليلافتي، وطبعا الناس كلها كانت تعتقد بأنه يعاني من مرض الكورونا، لكن بعد اكتشاف الطبيب في مستشفى ليلافتي بأن هناك في كمية من المياه متدفقة في صدر في رئة سنجي دت اليمنى، تم شفط هذه المياه. ومن بعد الكشف تم اكتشاف أن هذا الماء هو ليس ماء حميد، وهذا الماء هو عبارة عن خلايا سرطانية موجودة في رئة سنجي دت. طبعا من بعد ذلك تم نشر خبر بأن سنجي دت يعاني من مرض سرطان رئة الدرجة الثالثة، وكتب سنجي دت مدونة بأنه سوف يأخذ إجازة قصيرة من العمل وسيرجع قريبا إن شاء الله. فلذلك أتمنى من الجميع أن يطلب لي السلامة ولا يفجع لأي أخبار أخرى، وأصدقائي وأهلي معي موجودين. طبعا زوجته وعياله كلهم موجودين في دبي من 5 شهور بسبب الكورونا، وبعد هذا سمع هذا الخبر رجعوا كلهم إلى مومباي، وسنجي دت يحاول بأن يسافر إلى أمريكا أو إلى سنغافورة لكي يكمل علاجه مع هذا المرض. لكن المفاجأة اليوم سمعنا خبر آخر، ألا وهو خبر مؤسف آخر، أن سنجي دت لا يعاني من مرض سرطان الدرجة الثالثة، بل يعاني من مرض السرطان الرئة في الدرجة الرابعة، وهي درجة تقريبا خطيرة في حياة هذا الفنان. وكل ما نستطيع أن نقول أننا نتمنى السلامة لهذا الفنان الكبير الذي أعطى الكثير للسينما الهندية، والذي عانى الكثير في حياته الشخصية. والدته نرجس توفت بمرض السرطان، زوجته رجا شرما أيضا توفت بمرض السرطان، وهو الآن يعاني من هذا المرض الخبيث. أتمنى أن يرجع لنا بالسلامة، وحاليا هو يطالب تصريح للسفر سواء كان لأمريكا أو كان لسنغافورة، وممكن الحكومة الهندية سوف تسانده في هذه المرحلة العلاجية.